عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، لو قرأت سورة التبارك في صلاة العشاء، أو قرأت الآيات اللي هي في القرآن في الصلاة في الأذكار، تجزئ؟ الحديث الذي ورد فيه أن سورة ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبه وتبارك، أو أن من قرأها في الليلة إلى آخر ذلك لا يصح، والله أعلم. والصلاة تجزئ على أي حال، الصلاة تصح بأي قراءة بعد الفاتحة، أي قراءة قرآن بعد الفاتحة. السلام عليكم. عليكم السلام.